ورجعت لكم بعد الفاصل، ولسه التقليب مستمر في البشاميل لحد ما يتقل معايا واديني القوام اللي انا عايزاه. وعشان نعرف ان خلاص كده اوكي جاهز، انا لازم وانا برفع مضرب السلك كده ينزل بتقل، ما ينزلش مرة واحدة. انا دلوقتي هضيف شوية موتزاريلا هنا، هسيب الباقي للوش، مش محتاجة كتير يعني في الخلطة نفسها. اللحمة خلاص هطفي عليها تمام كده، احط بقى شوية ريحان هنا في البشاميل، شوية بقدونس، مفيش مانع ابدا ان انا ارشة بقدونس على اللحمة. اطفي كمان على البشاميل بتاعي كده، ما ناقصنيش غير اللحمة بتتسبك، عشان اللحم الطماطم بتتسبك، الطماطم دي لازم تتسبك مظبوط علشان انا هضيفها على البشاميل. هو ده المختلف. هنحط شوية طماطم هنا، ايه رأيكم؟ على اللحمة تطعمها، مش هتقول لأ يعني. انا زي ما قلت لكم الطبخ ده انت ممكن وانت واقفة كده تجيلك فكرة، ايه مانع ان انت تنفذيها؟ نفذيها، مفيش اي مشكلة، كله الطبخ يعني ممارسة وتجربة. انا عن نفسي اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اطبخ خالص لحد بقى ما ايه بقيت يعني بعد رأيكم طبعا، لو رأيكم فيا ان انا بقيت تمام فان شاء الله ابقى تمام. احنا كده الجاهز عندنا اللحمة المفرومة، هنزلها في بولة. البشاميل برضو جاهز بس انا مش محتاجاه لسه دلوقتي، هنزل اللحمة في بولة كده علشان اقدر اتمكن منها ان انا احشيها في البطاطس. والبطاطس زي ما اتفقنا انها بردت، خلاص انا اخلي اللي محتاجاه واللي مش محتاجاه اخليه. البطاطس زي ما اتفقنا ان هي بردت، هجيب معلقة صغيرة وهجيب صينية التقديم اللي هقدم فيها وهحطها قدامي بالطريقة دي تمام. انا دلوقتي هحتاج طبق تاني، خلي ده كده دلوقتي، هحتاج طبق تاني ليه؟ عشان لما احشي اللحمه المفرومه هحطه في الطبق، علشان لسه البطاطس ليها خطوه كمان، فخلينا واحده واحده نشوف هنعمل ايه بالظبط. هتلاقوا على فكره ان انا حاجات مختلفه النهارده جدا، هتعجبكم قوي قوي. كفايه يا جماعه طعم الريحان والبقدونس مع الطبق ده هيفرق معاكم كتير. هي البطاطس لسه سخنه فانا ممكن امسكها كده، علشان اقدر اتمكن فيها. انتوا معاكم وقتكم في البيت تقدروا تسيبوها تبرد براحتكم، انا سبتها تهدى شويه علشان وقت الحلقه. انا كده معلقه صغيره يا جماعه عشان تقدري تضغطي وينزل كل اللحمه لحد تحت، تبقى البطاطسايه كلها محشيه باللحمه تمام. واضغط كده كويس. نيجي للي بعدها، ونحشي رشة البقدونس اللي انا رشيتها على العصاج ده، طلعت ريحة حلوة على فكرة، انا ما كنتش بعمل كده، لسه عاملة كده دلوقتي وانا معاكم. ممكن نغير منديل، تمام. اعتقد كده برضو الطماطم خلاص خدت وقتها، فهطفي عليها لحد ما نكمل حشو. كده احنا بنحشي، ونحشي بقى بضمير بقى زي ما قلت لكم، نضغط بالمعلقه الصغيره كده، ما انا جايبه معلقه صغيره عشان لو معلقه كبيره هتكسر البطاطسايه، فانا مش عايزه يبقى شكل، عايزه كل بطاطسايه تبقى ماسكه نفسها وواخده شكلها اللي المفروض ايه تكون عليه. صح ايدي كده. دلوقتي بقى هضيف صلصه الطماطم دي على البشاميل. هنا في ريحان وهنا في ريحان، شموا بقى. اما حطينا الطماطم على البشاميل يعني الريحه جامده جدا، اللون مختلف، الطعم مختلف خالص.
وهعمل ايه بقى؟ هعمل ان انا محتاجة كده، لا محتاجة دي هتكون اوقع، هنزل بكل بطاطسايه جوه البشاميل، تمام، واجيب الصينية. خلي هنا هنكمل حشو دلوقتي، بس ايه اوريكم. شيل ده خلاص مش محتاجاه، قلبت خلاص الطماطم مع البشاميل عشان اقدر اتمكن بقى ايه ان انا اغرق كل بطاطسايه براحتي. همسك ده في ايدي عشان ما نقطش، تمام، تاني التانية. اتفضلوا كده وكده. طبعا باقي البشاميل انا مش هرميه، انا هحطه على الوش، بس انا بعمل كده علشان كل بطاطسايه تبقى حواليها وفوقيها وتحتيها كله بشاميل. اول ما تدخل الفرن بقى مع الجبنه الموتزاريلا هتلاقي كل بطاطسايه تقريبا نشفت وشكلها بقى حلو زي ما انا عايزه. خلاص انا مش محتاجه ده علشان هحشي واحط هنا في الحل على طول. جربوا الطبق ده وصدقوني انه هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. انا عايزه بس احشي بضمير زي ما بيقولوا. هنزلها هنا، خلي منزل معايا. انا مش محتاجه خلاص، هي البطاطس هديت، مش محتاجه امسكها بمنديل. خلاص كده احنا بنحشي، تمام، وننزل في البشاميل جنبنا، نحشي وننزل في البشاميل جنبنا، خليها تعمل دايفنج في الحل. وعلى فكرة انا عارفة كويس قوي ان احنا البطاطس متعودين عليها وبنعملها محشية باللحمة المفرومة كده، يعني ده معتاد، لكن الجديد واللي انا متأكدة يعني انه ممكن يكون اول مرة تشوفوه الريحان وصلصة الطماطم اللي سبكتها وضفتها على البشاميل. احنا دايما ايه كنا بنعمل ايه مامتي يعني وكل الستات بيعملوا، يحطوا صلصة طماطم هنا في حشو اللحمة المفرومة، لكن انا بقى الجديد ان انا سبكت صلصة لوحدها. خلاص انا مش محتاجة ده، وحطيتها على البشاميل، منها اداني لون جديد للبشاميل، لون بينك كده جميل، وخصوصا لما تستوي بقى، يعني لما تستوي وتيجي ترفعي البطاطس هتحسي بفرق. انا خلاص مش محتاجه ده ولا ده، اروق حواليا كده عشان بس اعرف ارص الطبق، لان انا كده خلاص جاهزه. هنا البطاطس خدت وقتها جوه البشاميل، ونطلعها واحدة واحدة، نرصها كده رصة حلوة، تمام. بعد ما رصناها هنرفع ده نجيبها هنا عشان نكمل شغلنا، اللي هو هيكون باقي البشاميل هنزله كده في الطاجن، تمام. خلاص ناقص لي ايه؟ ناقص لي رشة ريحان، ناقص لي رشة بقدونس، وناقص لي رشة الموتزاريلا اللي هتدي طبعا الوش الجراتان الذهبي اللي كلنا بنحبه اللي بيفتح النفس ده، وهيدي برضو الطعم العالي للطبق. وهتدخل الفرن لمدة نص ساعة او 3/4 ساعة ونشوفه بعد السوا هيكون ايه. وبكده البطاطس بتاعتنا جهزت بعد ما قعدت في الفرن نص ساعة. شايفين يا جماعة شكلها يفتح النفس،
وريحتها برضو واو، لان الريحان مع البقدونس خلى الريحه جميله جدا، والتست بتاعها برضو هيكون عالي خالص. دلوقتي بقى اقول لكم سريعا انا عملت ايه. انا جبت بطاطس قورتها، قليتها في الزيت لحد ما بقى لونها ذهبي، عملت لحمه متعصجه، عملت البشاميل بتاعنا، عملت صلصه طماطم بالثوم بالريحان، زودت الطماطم على البشاميل، وبعدين اللحمه استوت والبطاطس اتقلت، عصقت حشيت اللحمه المتعصجه في البطاطس ونزلتها في البشاميل مع الصلصه، وبدات ارص في الطاجن. واللي اتبقى من البشاميل حطيته على الوش، وحطيت جبنه موتزاريلا، وحطيت باقي الريحان والبقدونس. جربوها وهتعجبكم، والى اللقاء في حلقه جديده في بشاميل ووصفات كتيره ان شاء الله تعجبكم.